وليت لكم فيديو جديد اخوتي. شوفوا معايا تبارك الله هذا المنظر هذا، لانه منظر جميل 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 جدا، والله يسهل على كل واحد، الله يسهل على لي فونس ديالي وربي يسهل عليكم، وتحياتي لكم. راه اليوم الجو جميل جدا جدا، انتما المهم كما نقولوا هذه بلاد سياحيه تاع فرانكفورت. المهم جيت نجاوب انا عينين ثلاثة. المهم من بعد اخوتي الا بغيتوا تشوفوا شي حاجه ولا تشوفوا شي مناظر هنايا، لحقاش هنا كيجيو السياح بزاف هنا في فرانكفورت، هنا كيصوروا هذا الشيء هذا. المهم جيت نجاوب عينين ثلاثة، عينين ثلاثة الله يهديك الله يهديك عيني البورني. واش قالت لك؟ والحمد لله قالت لهم باللي با كان عدول، وفين راه با كان مقاول وبا كان في البرلمان، من البرلمان العدول. الحمد لله باللي قالت وهضرت فمها، قالت وراهم غادي يعايروني المغاربه الا قلت هذه الهضره. هضروا كيعايروك المغاربه الا قلتي هذه الهضره هذه بالصوت والصوره اخوتي، وغادي نسمعها لكم، غادي نسمعها لكم اخوتي. يعني قالت لهم اودي راه كان كما نقولوا كان با عدول ويعرف العدول، وما كانش زواج الفاتحه ولا عط الله وعليك. واش بغيتي تدخلي الشرك في الله؟ بغيتي تدخلي الشرك في الله تقول لي ما كاينش زواج الفاتحه؟ راه كاين زواج الفاتحه، وكاين زواج الفاتحه بكري. باش كانوا يتزوجوا؟ شوف اليوم تطورت الدعوه، ويعني يقدروا يوديك شدوك يديروا لك فساد الى انت، وانت واخا انت مزوج بالحلال يقدروا يديروا لك فساد الى كنت انت قلت لهم ديرني مزوج بالفاتحه. لان غادي نقول لكم علاه، لان اليوم تطورت القضيه وتطورت الحاله، وكان واحد العقد، وداك العقد نكاح وعقد الزواج، وبنادم كيعطي الصداق هذا هو. ولكن بكري كانوا يتزوجوا بالفاتحة، كانوا يتزوجوا بزاف ديال الناس كانوا يتزوجوا بالفاتحة، والحمد لله على سنتي والله ورسوله. بصح باش انت انا دركي عرفتك باللي انا عرفتك دركي باللي انت قاطع يدك من يد الرحمن، لان كي قلتي ما كانش زواج الفاتحة وما كان انش زواج الفاتحة ولا عط الله وعليك. والحمد لله كتقولي بان راه با كان عدول دركي ولا عدول. لان علاش با كان عدول؟ علاش كنتي تقولي في الاول اودي با برلماني وكان في البرلمان وكان كذا، والحمد لله اليوم راكي تفرشي لعط الله وعليك. بغيتي تدخلي جويرة للحبس، بغيتي تدخلي أمنية للحبس، بغيتي تدخلي عباد الله كاملين للحبس، لأنك أنت واحد الإنسانة ما كتسواش، وكنتي تسواي وكراكي رجعتي لله سبحانه وتعالى واستغفرتي. لأن باش تقولي أودي راه ما كانش زواج الفاتحة ولعط الله وعليك، بكري باش كانوا يتزوجوا في وقت الجاهلية؟ باش كانوا يتزوجوا؟ واش كان شي عقد؟ واش كان شي وثيقة؟ ما كان حتى شي حاجة، كان الصداق. الحمد لله كان الصداق باللي كان خصو يعطيو الصداق للمرأة ويعطيو الآخر للمرأة، ولكن الحمد لله كان زواج الفاتحة. يجي في الناس راه باقيين الناس كيتزوجوا في الجامع وكيتزوجوا في الآخر بسنة الله ورسوله بالفاتحة ويديروا داك الشيء وبالجماعة والحمد لله. بصح باش تقولي انت ما قاريش حتى سورة الفاتحة، وكنتي غير كتقري سورة الفاتحة غادي تعرفي، هذا هو المشكل. ولكن انت ما قاريه التوزة، لان باش تقولي ودي انا ما نستعرفش بالآخر بزواج الفاتحة، راه كاين زواج الفاتحة الحمد لله، وكان بزاف ديال الصوالح. لانك انت خبيثة وراه غادي ربي يهبطك، غادي يهبطك الله سبحانه وتعالى. اتقي الله وخلي الله، خلي الله بعيد عليك وخلي الاخر. راه كاين الحمد لله، كاين زواج الفاتحة. الناس باش كانوا يتزوجوا بكري؟ كانوا يتزوجوا بزواج الفاتحة. ولا مالكي؟ ايوا انت راكي تقولي انت دركي راكي بغيتي تردي هذيك الانسانه عاهره، وتردي هذيك الانسانه يعني بسبعين درهم. اسمحوا لي اخوتي على حتى انا مانيش لاقي راحتي في الهضره، لان راه كان الهراج بزاف. راه كاين الحمد لله اخوتي فوت هذا الاخر. انت اللي كتقولي ما كانش زواج الفاتحه، راه كاين زواج الفاتحه، كاين زواج الفاتحة الحمد لله. انتي قاطع يدك من يد الرحمن، ما تعرفيش تقراي حتى سورة الفاتحة، ما تعرفيش تقرايها، وكنتي تعرفي تقراي سورة الفاتحة وكان راكي عارفة.
لا انت ولا داك المحامي ديالكم، داك المحامي ديالكم يقول لك فجعه ما كايناش الا الفساد. الفساد اللي تمشي له انت، علاش كتهم واحد الانسانه وهي كبيره على الفساد؟ انت كتقولي لها 70 درهم وراجل كيقول لها بنت 70 درهم وتعايروا داك عزيز وتعايروا زيدوز. مالكم فين بغيتوا توصلوا؟ واش بغيتوا تحكموا قنيطره؟ راه غادي يجي اللي يطيحكم. راكم جيتوا واحد المنطقه اللي لقيتوا واحد الناس الله يعمرها سلعه، وكان جيتوا لقيتوا واحد المنطقه اللي الناس ديريك ديريكت واعره واعرين، راه ما غاديش يرحموكم تما، لان نتوما كما نقول ان نتوما خبيتين. عشتوا في الخبط، كان ما عشتوش في الخبط كان راكم تقولوا اودي راه كاين زواج الفاتحه. الناس باش كانوا يتزوجوا بكري؟ يعني باش تقول اودي انا وراجلي الحمد لله عقد وكذا، وهذيك راه غير فاسيده ومشات معاه ب 70 درهم وخرجت معاه كذا، وكتقول لي دوك الناس حراميين وهذه. وانا جيت نجاوبك على 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 زواج الفاتحه، لان راه كاين زواج الفاتحه والحمد لله، لانك انت خبيته. شوفي غير وجهك كي داير، شوفي وجهك كي داير، لان وجهك ربي راه ماسخ الله سبحانه وتعالى، وتمسختي تمسختي في وجهك، تمسختي في كل شيء. عاف الله وعليك. هادشي اللي غادي نقول لك، ربي راه غادي ياخذ لهم الحق، وراه قريب الحق وراه قريب يطيحي. كنتي كما بغيتي المحاكم والبوليس وتشكي بهذا وتشكي بهذا، الله يعطيك المحاكم ويخليك في المحاكم ديما، والله يسلط عليك المحاكم. واخا حنا ما نبغيوش البنادم يمشي للحبس، ولكن انت هي اللي درتي هادشي. هذا هو الصحيح، وهذا هو الصح. المهم خوتي ما نطولش عليكم، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش تكون جديد. راه كاين ما يفيد اخوتي، وتحياتي لكم ونحبكم. وراه كاين ما يفيد، راه ما كانش عندي الوقت باش ندير لكم فيديوهات وصافي، هذا الشيء اللي كاين. يلا تحياتي لكم.